سؤال أول، واحد بيقول ما حكم المحاية؟ المحاية هي من المحو اللي بيكتبوا الصوفية في الألواح، بيكتبوا القرآن ده لو أحسن الظن، يكتبوا القرآن في الألواح وبعد ذاك يمحوا الكتابة دي، والموية اللي محوا بها الكتابة يشربوها باعتبار علاج أو بركة. ده المفهوم بتاع المحاية، ده على حسن الظن إنه اللي كتب قرآن، وربما يكون المكتوب شعوذة ودجل زي المكتوب في الحجبات، وده الراجح مما يكتب في الألواح بتاعت المحايات. بعدين الناس بيشربوها تبركا وعلاجا بها، فنقول أول حاجة الفعل ده باطل، ما بيجوز في دين الإسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل عليه القرآن، وهو أعظم من فهم القرآن، وهو أعظم من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم الناس بالطب الدنيوي والطب الشرعي، ما فعل الكلام ده أصلا، ما عمل محاية ولا كتب القرآن أو غير القرآن ومحيا وبعد ذاك الناس استشفوا به ولا كذا أبدا. إنما اللي فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن على الماء، كما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على الماء. خذ بالك في فرق بين يقرأ وبين يكتب القرآن ويمحو، في فرق بين الاثنين دين، شما يقول لك لا لا ما ياها المحاية ذاتها، ما ياها تقرأ وتنفس، والنفس هو هواء معه شيء من الريق، تقرأ انت براك الفاتحة وتقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس آية الكرسي الآيات الأخيرة من سورة البقرة الأولى من آل عمران، تقرأ آيات السحر في سورة الأعراف في سورة الشعراء في سورة يونس، تقرأ آيات اللي بتكلم عن الشياطين في سورة البقرة، غير من الآيات أي شيء من القرآن أقرأ ما تيسر لك على الموية، بعد ذاك أشرب من الموية دي واغتسل منها علاجا من أي مرض من الأمراض. ده فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه مشكلة، ده كده ما فيه مشكلة. أما المحاية اللي بيمشوا الجماعة بجيبوها من أبوك الشيخ، ومرات بيكون بازغ فيها، لا قرآن قروا لا محو ولا أي شيء، موية بزغ فيها فكي بيجي بيعوها بيتبركوا بها بزاق، دي ممكن يكون فيها تيبي جوا، شفتها ممكن يكون في أي مرض قاعد جوا كويس، وده لو بزغ يعني ما تكون عمل حاجة تانية. على أي حال ده ما من العلاج الشرعي وما تتغشى، لأنه كثير منه سحر، تمشي أنت تجيبه يدخل بلوة في البيت تاني ما تمرق، إياك ما تمشي لهم ما تتعالج عندهم، العلاج موجود عندك في بيتكم عندك يا أخي. ربنا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء موجود، شفاء مش دواء، شفاء. وفي فرق بين الدواء والشفاء، الشفاء ينجح ينجح، أما الدواء قد ينجح وقد لا ينجح، القرآن شفاء، لكن كما قال ابن القيم إذا صادف قلبا مؤمنا به، ما يزول القرآن بينفعه، في ناس ما بينفعهم لأنهم ما مؤمنين بالقرآن، ده النوع اللي يمشي بيتعالج تجربة، يقول لك والله مشينا الدكاترة ما نفعوا، مشينا الفقراء ما نفعوا، كده نجرب الوهابية دين نجربهم، تجربة ما بتنفع، تقرأ القرآن استشفاء بالقرآن مع الإيمان الصادق واليقين القوي إن القرآن شفاء، ربنا بيشفيه. طيب